اليوم السيد السوداني يعني عمل بشكل كسب المواطن من خلال القيام ببعض الإجراءات الخدمية التي يحتاجها المواطن، وبالتالي عملية كسب الشارع وكسب المواطن شيء ليس بالسهل، وبالتالي أصبح السوداني قريب جدا من المواطن إذا ما رشح للانتخابات القادمة. هناك تحفظات على بروز أو ارتفاع سهم السوداني أكثر من المقرر في الانتخابات القادمة، لأنه سيؤثر على بعض القوى السياسية وسيسحب الانتخاب من بعض الأسماء المهمة الموجودة في العملية السياسية، وعليه بدأت وضع العصي أمام حركة هذا الرجل وتحجيم دوره أو عدم إعطاء المساحة الكافية لغرض يعني التحرك في موضوعة الانتخابات. وأيضا يعني قسم من صقور المشهد السياسي الشيعي ذكروا أنه السيد السوداني يجب أن يلتزم في بعض الأمور التي إذا ما رغب في الترشيح للانتخابات القادمة. إذن هو تحت بعض الإبلاءات وبعض الضغوطات السياسية التي تحاول أن تحجب دور السيد السوداني في الانتخابات. إذن عندما يكون بهذا الموقف لا بد من أن يظهر شخصية أخرى يعني مقابلة لشخصية السوداني، وهو السيد المالكي يريد أن يعود إلى المجلس السياسي مرة ثانية، وقال بصريح عبارة أنه الرئاسة القادمة يجب أن لا تكون بعيدة عن حزب الدعوة، وبالتالي هو سيكون صاحب هذه يعني المرحلة القادمة. وعليه يحتاج اليوم إلى توحيد الرؤى السياسية ولا يشغل المواطن. شوف أستاذ رياض، أتمنى على كل القوى السياسية أن لا يشغل المواطن بهذه الخلافات. المواطن لا تعني الخلافات لا من قريب ولا من بعيد. المواطن يحتاج أن يقود العملية السياسية ويؤدي واجبه بشكل أخلاقي، وليس عملية منه وفضل من أي مسؤول أنه قام بإجراء أي إجراءات أو إنجازات. هي هذه واجب الحكومات على تجاه المواطن.